السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم رغيفات معمرين بالطون والخضرة. هاد الرغيفات اللي كيجيو مرقين وهشاش وبدون استعمال عجين مورق، كيجيو محمرين كما كتشوفوا. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش في لي لايك واشتركوا معايا في لاشين، الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هذا العجين غادي نحتاجوا الجوج زلايف ديال الدقيق الفوز، زلافه ديال الفينو، معلقه ديال الملحه، معلقه سكر خشن او سنيده، معلقه الزبده والماء بارد باش نجمعوا العجين. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخلط هذا الفينو مع الفوز هكذا، نضيف سكر سنيده مليحه، الزبده، غادي نخلط هاد العناصر كامله. صافي، وغادي نجمع العجين ديالي بالماء، الماء بارد ما نحتاجوش الماء سخون. نجمع العجينه ديالي عاديه بحال العجينه الرغيف اللي موالفين كنصوبو وندلكها مزيان، المهم انها تدلك مزيان. بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان كي كتشوفوا كتجي مرخوفه على هذا الشكل هذا، غادي نغطيها بشي بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مزيان، وندوز نحضر معكم الحشوه اللي غنعمروا بها هاد الرغايف. لهاد الحشوه غادي نحتاجوا جوج حبات ديال الجزر محكوكين رقاق على هذا الشكل هذا، جوج حبات ديال البصله حتى هما مشلضين رقاق، زيتون مقطع، طون، معدنوس مقطع رقيق على هذا الشكل، الفرماج محكوك. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملحه، التحميره او البابريكا، الابزار، الكمون والزيت. هنا عندي مخلطه زيت نباتيه وزيت الزيتون. نبداو على بركه الله. خديت المقله ديالي غنعمل فيها الزيت، قلنا هنا عندي مخلطه زيت زيتون وزيت نباتيه. غادي نضيف بصيله، غادي نخلي البصله ديالي تشحر، غنضيف جزر، غادي نخلي البصله مع هذا الجزر او خيزو حتى يتقلاو مزيان. الخضيره ديالنا ها هي بدات كتهبط، غادي نضيف دابا العطريه كما قلنا، الملحه، التحميره، شويه الكمون، شويه الابزار. صافي، غنخلط هاد العناصر كامله. بعد ما هبطت لنا داك البصيله مع خيزو غادي نضيف الطون، الحشوه كل سيده كتشوف الخضيره اللي غيبغيوها وليداتها واللي كتفضلها هي وعائلتها، وكل مره نوعوا شي شويش هاد الحشوات. عندنا كامل الحريه اننا نختاروا الحشوه اللي بغينا. غادي نضيف كذلك الزيتون مقطع، غنضيف المعدنوس، نخلط هاد العناصر كامله. دائما المعدنوس كنضيفو هو الاخر كاع في اخر مرحله.
صافي الحشوة ديالي ها هي واجدة، غادي نخليها حتى تبرد مزيان عاد ندوز نعمر بها الرغيفات ديالي. من بعد ما دلكت العجينة ديالي مزيان وخليتها تحت كما كتشوفوا، ها هي كي كتجي كتجي على هذا الشكل، هذا رطبة وسهلة في الخدمة. دابا غادي ندوز نشكلها كويرات، خديت الزيت وغادي ندوز نشكلها كويرات صغار. نتوما غتعملوا الكويرات على حساب القياس ديال الرغيفات اللي باغين تصوبوا، انا باغا نصوبهم هي صغيورين على هذا القد هذا. صافي نحطهم في البلاطو هكذا، هي صغيورين يمكن لكم ديروهم كبار. انا غنكمل العجينة ديالي كاملة، ندهن يدي بالزيت حتى نسالي العجينة ديالي، نحاول نقادها. دابا غادي نغطي هاد البلاطو ديالي بشي بلاستيك غذائي ونخلي العجينه ترتاح وعاد ندوز للطوراق. بعد ما بردات الحشوه ديالي مزيان غادي نضيف عليها داك الفرماج محكوك ونخلطها مزيان. هاد الكويرات ديالي اللي شكلتها هما ارتاحوا مزيان، والحشوه ديالي ها هي واجده. خديت الزيت المائده اللي غادي نطلق بها، وخديت الزبده ذوبتها، هذه اللي غادي نورق بها العجين ديالي. نبدا على بركه الله، ناخذ واحد الكويره ندهن الصينيه ديالي بواحد شويه ديال الزيت، نغطي دائما هاد الكويرات باش ما يلبسوليش، ونبدا كنورق العجين ديالي باش نشكل داك الرغيفات هكذا. نحاول نرققها مزيان، نقلبها على الجهه الاخرى، نرقوا هذا العجين ديالنا مزيان هكذا كما كتشوفوا. سمحوا لي الا كتسمعوا شويه ديال الصداع، راه حدانا البني هنا قريب، سمحوا لي على هذا الازعاج. ما عندنا ما نديرو، قلنا احنا ورقنا طلقنا مزيان هاد العجينه ديالنا، رققناها كما كتشوفوا. دابا غادي ندهنها بالزبده هكذا، وغادي نشكل الرغيفه ديالي العاديه اللي موالفين كنعملو هكذا، ونطوي نعمل كذلك زبيده هنا صافي، ونجمع هكذا صافي، ونحط في البلاطو. ناخذ وحده اخرى نشكلها رغيفه مربعه. دابا انا غادي نصوب هاد الرغيفات هادو على هاد الشكل حتى نكمل هاد الكويرات اللي عندي كاملين، وعاد ندوزو نعمروهم. بعد ما طلقت هاد الرغيفات ديالي كاملين كما كتشوفوا، شكلتهم على شكل مربع بحال هكذا. دابا غادي نعمر هاد الرغيفات بالحشوه اللي وجدت معاكم. بسم الله، غادي نطلق الرغيفات ديالي، ندير شويه الزيت، غنطلق الرغيفات ديالي هكذا هكذا. غناخذ الحشوه نوضعها في الوسط صافي،
غنجمعها هكذا، هاد الجنيب غنجيب معاه هكذا وغنجمع الجناب الثاني على هاد الشكل هذا. خديت زيتون كحل غادي نسد به هاد الرغيفه ديالي باش ما تحلش. صافي دابا غنوضعها في البلاطو اللي غندخل الفران مباشره، غنوضعها في البلاطو هكذا. نصوب معكم واحده اخرى، نطلق الرغيفه ديالي. نوضع الحشوه، نحاول نقاد الحشوه ديالي مزيان، وكنبدا كنجمع الجنيبات، هاد الجناب مع هذا وهذا اللي هنا كنجيبو مع هذا. وباش ما تحليش الرغيفه ديالي في الطياب كنجمعها بواحد الزيتونه كحله ولا خضراء، ونوضعها مباشره في البلاطو. انا غنكمل على هذا الشكل هذا حتى نسالي هذه الكميه ديال الرغيفات اللي عندي ونرجع عندكم. بعد ما كملت الرغيفات ديالي كاملين، خديت بيضه عملت معها شويه الخل وشويه القهوه سريعه الذوبان، غادي نطرب هذا الشيء كامل، نطربو مزيان. ودابا غادي ندوز ندهن الوجد هاد الرغيفات كاملين باش يجيو شويه مذهبين من الفوق. الفران ديالي رانا ديجا سخنتو على 180 درجة، غادي ندخل هاد الرغيفات ديالي يطيبو من التحت ويتحمرو من الفوق وعاد نرجع عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا بالطول والخضيرة من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو هكذا محمرين ومورقين من الداخل بدون استعمال العجل المورق. انا غادي نحل معكم وحيدة تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو هكذا كما كتشوفوا مورقين وزوينين. نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتحضروها لوليداتكم بالصحة والراحة. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا لاشين ديالي لأول مرة، كنقول لهم مرحبا بكم، اشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.